أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع ذهبك. النهاردة يا جماعة معانا زي ما احنا شايفين كده صاعق ناموس. الصاعق ده ما بيصحقش. هنجرب كده اهو. اللمضة نورت يا جماعة، بس ما فيش صاعق. عشان نختبر الصاعق نجيب مفك زي ده كده، وعلى وضع على وضع اللمبة السيريال نجرب كده يا جماعة. ما فيش حاجة كده. كده يا جماعة اللي بايظ اهو، اللي بايظ زي ما احنا شايفين اهو، ترانس اهو المتفحم ده. ترانس بتاع الضغط العالي متفحم، بياخد هنا هنا اهو كده 220، وبياخد الضغط العالي من هنا يا جماعة اهو كده. طبعا ايه البديل؟ البديل يا جماعة ده مش موجود منه في السوق. هنجيب الدايرة دي كده زي ما احنا شايفين كده اهو، ونركبها هنا. هنا اهو اطرافها 220 اهي، ادي الطرفين 220 اللي هو ده، في فردتين من هنا، فردة هنا وفردة هنا. والخارج بتاعها يا جماعة الضغط العالي، فردة اهي كده الاتش دي اهو، الاتش دي، والطرف ده من هنا كده هو. طبعا هنجيب احنا بقى ايه، ونلحق نشيل ده كله ونلحم دهيك ونشوف ايه اللي هيحصل. خلاص يا جماعه اهم دول الطرفين، الباور ال 220 دي ودي، ودول الطرفين اللي واصلين للشبكه اللي تحت اللي هي دي ودي اهو كده. دولك واصلين للشبكه اهم، وهنوصلهم بالشبكه. هنقوم يا جماعه دلوقتي بالاصدره، باصدره السلك عشان يسهل للحامه. اصدرنا ده كله وارجع لكم تاني. خلاص يا جماعه اصدرنا السلك اهو، طرفين بقى ال 220 اهو، ادي طرف اهو وادي طرف اهو. هنوصلهم كده من تحت اهو، طرف كده ادي واحده، وادي الطرف الثاني. نصبر عليه شويه يا جماعه عشان الكوه سخنه برضو. وادي الطرف الثاني بتاع ال 220 خلاص كده. الاطراف التانية بقى دولك اللي هي الاتش دي اهو يا جماعة، طرف هنا كده ادي الجي، وادي الطرف اللي هو الارضي، وادي الطرف الاتش دي اهو. وهنوصلهم كده اهو، طرف هنا اهو كده ونصبر عليها شوية. في طرف تاني على في الآخر كده أهو يا جماعة، ونلحمه بالطريقة دي كده. كده خلاص. نجيب حاجة بقى تاني، نجيب بعد كده يا جماعه كيس بلاستيك اهو كده اهو، ونحاول نحطه كده اهو، ونلفها فيه، او نجيب كرتونه اهو كده يا جماعه كده،
ونجيب شريط لحام او اي حاجة تانية كده كده، ونحاول يا جماعة كفيناها كده اهو. كده اهو يا جماعه، بعد كده نحط دي هنا كده اهو، ونقفل عليها ونشوف كده. خلاص يا جماعه نجرب بقى بعد ما ركبنا الدايره ونجرب ديك. على فكره الدايره دي بحوالي 25 ب 30 جنيه، في منها 3 كيلو وفي منها 5 كيلو فولت، كيلو بالكيلو يا جماعه خارجاها. نجرب كده بسم الله، ونجرب كده يا جماعه. بصوا اهو نورت اهي يا جماعه، نجرب بقى كده. بصوا اهو نجرب هنا كده اهو، اهو نجرب هنا فوق مية مية، جهاز مية مية وبيفرقع وبيفرقع جامد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.